مخصص للابكار. الحقائق ومسافتنا الحاضرة هي 2 كيلومتر. فأتمنى التوفيق والناموس والسلامة للجميع، وأذكر بأن الباهر في التحدي الماضي مع شعار بالعامري أتى بالتوقيت الأفضل 3:06 72 جزءا من الثواني لأتابع تغرير سيف بن عبد الله بن مطر الخاصوني الاكتبي، يأتي مع تغرير لينطلق مع أول المراكز. أما ثانيا الدوحة نواب بن نوح بن أحمد البلوشي، وثالثا هذه شهب حسن بن عبيد بن حسن بالركاضة العلية، وأتابع المتدخلة في هذه اللحظات شامة محمد بن خميس بن بدر العليلي. أما رابعا من وصلت الذيبة سالم بن عرفة بن سالم الشقصي، وخامسا هذه عجائب حارب بن سعيد بن عبد الله بن حارب المهيري. هكذا هي النتيجة ضعناها عليكم وعلى مسامعكم. لأعود من جديد، أعود إلى المركز الأول إلى صدارة هذا التحدي مع أول انطلاقات أبناء القبائل لهذا الصباح. لأعود إلى تغرير صاحبة المركز الأول سيف بن عبد الله بن مطر الخاصون الاكتبي ليفتتح الكيلو الأخير، الكيلو المثير. يا ملاك ويا مضمرين، روح التغرير لتأتي بالانتصار وتغرير النواميس حتى هذه اللحظات، لتبدأ بالابتعاد والمركز الأول حتى هذه اللحظات. لكن شوفوا الحاضرة، شوفوا الواصلة مع ثاني المراكز شامة محمد بن خميس بن بدر العليلي بدأ بالوصول مع ثاني المراكز، لكن تغرير والعصا في الابطان حتى هذه اللحظات. منذ الانطلاق تتصدر المسيرة لتأتي مع المركز الأول وآخر الأمتار هي الخاصونية مع من سيكون أول انطلاقة أبناء القبائل لهذا الموسم مع الحقايق حتى هذه اللحظات. تغرير سيف بن عبد الله بن مطر الخاصوني الاكتبي يأتي بالمركز الأول. بسم الله وما شاء الله، روحت تلعب على الفية وقبلت نار تقفاها، ركضها لحظة وداعية فارقت ما تقهر عصاها، والعصا في الابطان يا الخاصوني. وأول انطلاقات أبناء القبائل لمليح السلام، لمليح الانتصار بشعار سيف بن عبد الله بن مطر الخاصوني الاكتبي. سلام يا تغرير، سلام سلام يا الخاصوني، سلام وسلام يا مليح سلام. وأسعد الله صباحكم. شام ثانيا محمد بن خميس بن بدر العليلي، وثالثا وبره محمد بن شطيط بن عامر الكتبي، ورابعا الدوحة بن شعار نواب بن نوح بن أحمد البلوشي، وخامسا نوايد بشعار بالقرية العامري. التوقيت الزمني 3:11:87 جزءا من الثواني، توقيت تغرير يا الخاصوني. تهانينا والناموس.